عن هذا الملف ينضم إلي عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسن أبو غليون الناشط الاجتماعي وشيخ إصلاح. مساء الخير أستاذ حسن. إذن يعني بعد مسيرة القافلات التي نظمتها لجنة المتابعة يأتي هذا الاحتجاج في منطقة النقب، كيف تصف لنا تأثير هذه الخطوات على أهالي منطقة النقب بشكل خاص عندما يعني تخرج من طلاب مدارس قلقين من انعدام الأمن في بلداتهم وحارتهم وبيوتهم؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كشيخ ورجل إصلاح وناشط اجتماعي سياسي ويهمني الجانب الاجتماعي أكثر. هذه الوقفة اليوم تعطي الصبي أو الصبية إحساس لاتجاه المسؤولية الإيجابية. في أشياء كثيرة ومنها مد يد العون للغير والمساهمة في منع العنف في المستقبل، لأنهم هم المجتمع المستقبلي، هذا هم الشبيبة، وأيضا لغرس المحبة والمساواة والسلام بينهم وبين بقية أفراد المجتمع. وهذه الوقفة إن شاء الله سوف تكون مخروطة في ذهن وذاكرة الشبيبة، لأن هذه الفترة من العمر وفترة الدراسة دائما تبقى مذكورة. نعم، وفي الفترة الأخيرة طبعا احنا كمصلحين رجال صلح قمنا برئاسة لجنة للصلح في النقب والجنوب. هذه اللجنة مكونة من شيوخ ووجهاء وأكاديميون، نعم، مثل المحامون ومختصون بعلم الأجرام وغير ذلك. واحد بنود الأهداف هذه ان اللجنة ان تقوم بإعطاء وعظات ومحاضرات في المدارس الثانوية عشان يعرفوا ايش معنى كيف يحطوا ايديهم في بعضهم وينتقوا من العنف المستشري. طبعا اليوم الوقفة هذه عند أبنائنا وبناتنا في بلدنا رهط الغالية، إنها شيء يشعر الإنسان بإحساس إن الشبيبة هم المستقبل. يعني بالرغم إن بلدنا رهط تقريبا من فوق 65% جيل من تحت 20 سنة، ولهذا تحديدا ربما يعني توجيه هذه الرسائل وهذه القيم وصقلها في نفوسهم هو بالأمر الهام جدا. طيب يعني إلى أي حد اليوم بالإمكان القول أنه من الهام جدا أيضا أن يكون العمل تراكمي، بمعنى الاستمرار بشكل مباشر بعد قافلة السيارات وخيمة الاعتصام بباقي الخطوات أيضا تباعا لكي لا يفقد هذا الاحتجاج من زخمه؟ بالطبع لازم، إذا الحاجة والتخطيط والفكرة وأي مشروع إذا ما تبعته وظليتك مستمر فيه للأسف الشديد حيكون غير ناجح. إنما إذا بنستمر أو بيستمروا في المشروع أو الفكرة لاستمرارية، أول شيء بينزرع في ذهن الأولاد والشبيبة والصبايا إن الإشي هذا في آفة ولازم شوي شوي، وبيبتدوا يفكروا ويطلعوا حاجات اللي هن يقلل من هذا العنف. وطبعا يا ريت دائما ان يكون توعية واشياء زي يعني هذا المشروع، انهم يتنبهوا وشوفوا. يعني مثلا احنا نرجع شوي لورا بالنسبه للعنف اللي عندنا، تقريبا في السنه اللي فاتت تقريبا بين 27 ل 30 شخص قتل، واليوم من فوق 80 شخص يعني في نفس الفتره، وهذا تزايد تقريبا اكثر من 100%. صحيح، وهذا مؤسف. ولهذا نحن نرى في كل يعني خطوة ونشاط كهذا بالخطوة المباركة، وسنتابع معكم أيضا كل جديد. جزيل الشكر لك الأستاذ حسن أبو غليون الناشط الاجتماعي والسياسي وشيخ الإصلاح. ممكن أضيف إشي؟ تفضل. طبعا واليوم عندي مشروع اللي هو أن أخذ الأولاد للتربية في بيوت وعائلات لفترة معينة، حيث هو الأولاد أهلهم لربما في ضائقات اقتصادية أو مرضية أو غيرها،
وذلك يكون أولاد النقب في بيوت وعائلات النقب، بدل ما بيأخذوا الأولاد من عندنا لمنطقة مثلا في الشمال وتربية غير حيث التربية والنمط الحياة غير. أنا اليوم إن شاء الله قايمين بمشروع أن يكون أبناء النقب للنقب عشان يظلهم في نفس نمط الحياة. وهذا أيضا بالنشاط المبارك، وسنتابع معكم كل جديد. جزيل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذ حسن أبو غليون، الناشط الاجتماعي والسياسي وشيخ الإصلاح.